السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين حبيباتي؟ لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على حبيب الله عليه أبا الصلاة والسلام. خواطر، لا تحزنوا، لا تحزنوا على ماض جميل، لا تحزنوا، لا تحزنوا على غدر الأحباب، لا تحزنوا، لا تحزنوا على أنكم انخذلتم من أقرب الناس، لا تحزنوا، لا تحزنوا على غدر الأحباب، فيوسف غدر من طرف أحبابه، فلا تحزنوا، لا تحزنوا إن تركوكم في الشدة لوحدكم، لا تحزنوا. لا تحزنوا على غدر الأحباب، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن تركوكم في الشدة لوحدكم، لا تحزنوا، لا تحزنوا إذا فعلوا أفراحا ونسوكم، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن وجدتم أنفسكم لوحدكم في الشدة، لا تحزنوا، لا تحزنوا من غدر الأحباب، لا تحزنوا، فليس الأحباب هم الأصحاب، فأنا ليس لدي أصدقاء ولا أصحاب، لا تحزنوا إن تأخرت أمانيكم، لا تحزنوا، لا تحزنوا على غدر الأحباب، لا تحزنوا، لا تحزنوا على طيبتكم أبدا، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن خاب الظن في أحبتنا، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن نسوكم أحبتكم، فلا تحزنوا، لا تحزنوا إن تكلموا من ورائكم، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن تأخرت أمانيكم وطلباتكم، لا تحزنوا، فالحمد لله عندنا رب كريم رحيم يعلم ما لا نعلم، لا تحزنوا، لا تحزنوا على ماض جميل، لا تحزنوا، لا تحزنوا على غدر الأحباب، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن وجدت أنفسكم لوحدكم في الشدة، لا تحزنوا، فهذه هي الحياة، فهذه الدنيا، فالغدر موجود منذ أن خلقت الدنيا، فلا تحزنوا، لا تحزنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى